مرحبا بكم، معكم سيف علي. اليوم نتكلم عن الانالوج انبوت سكيلينج. هذا السكيلينج ممكن يختلف من مكان لاخر، ولكن الفكره هي نفسها. هنا راح اخذ باستخدام داله، باستخدام فانكشن اسوي سكيلينج اللي راح تخلصك من الريزولوشن اللي جاي تشوفه هنا. الريزولوشن شلون طلع الريزولوشن؟ من خلال الرقم اللي مكتوب على الكارت. يعني اذا مكتوب 12 بت لازم 2 أس 12 حتى تحسب الريزولوشن، حتى قيمة الماكسيمم تقسمها وتحسبها. فراح نسوي سكيلينج باستخدام الريزولوشن، ونسوي سكيلينج بدون ريزولوشن باستخدام الفانكشن. زين، اول مبدأ اريدك تعرفه هو اليونيبولر. اليونيبولر بمعنى انه الاشارة اللي راح تجيك من المرسلة هي ذو قطبية واحدة، يعني مثلا من 0 إلى 10 فولت. اذا كانت الاشارة بهالشكل، او اذا انت تريد تقيس بهالشكل، راح يكون عندك تدرج السكيل من 0 إلى الريزولوشن نفسه. اوكي، ما عليك بهذا الرقم، المهم راح يبدأ من 0 إلى الريزولوشن اللي يوصلك الى الكارت. اوكي، فبهالحالة راح تسمى اليونيبولر. زين، واكو قراءة ثانية. القراءة الثانية هي البيبولر. اذا تنتبه هنا بالنسبة للبيبولر، اذا انت تقيس من السالب الى الموجب، من سالب الريزولوشن الى موجب الريزولوشن، فراح يلغي عندك تلغي عندك القراءة السابقة، ولكن هذا القراءة راح تبدي من السالب الى الموجب، يعني راح يصير عندك رينج اكثر. فاكو نوعين من سكيلينج، اكو بيبولر مثل ما جاي تشوف اقرا من السالب الى الموجب، واكو يونيبولر من الصفر الى الريزولوشن. زين، انا راح ابدي باستخدام الفانكشن نحل هذا السؤال مالتنا، وباستخدام الفاكتوري ايو. لما ما بالسيمنز اني عندي السيمنز 300، سويت عليه برنامج واستدعيت FC105. هذه الدالة خاصة بالسكيلينج، هذه الدالة تخلصك من تعقيدات الريزولوشن، ويعني القسمة وغيرها. هنا كإنبوت انا سويت إنبوت للهاردوير اللي جاي استخدمه، IW100، لانه وورد الانالوج وورد. اذا تريد تتاكد ممكن تروح للهاردوير كونفيجريشن. اوكي، انت اي برنامج PLC ما تعرف ليه ممكن تطالع الكتالوج مالت المانيوال، كل شيء مكتوب به. فهسه اذا جاي تشوف الانالوج انبوت الادرس مالته يبدي من 100. اوكي، فشغلنا صحيح حد هنا، IW100. اوكي، قلت لك الدبليو لانه وورد، لانه بالانالوج راح تقرا وورد. زين، هنا تنطي قيمة للهاي واللو. اوكي، بالنسبة للسكيل اللي تريد تسوي. زين، القيمة لازم تكون قيمة ريل، يعني عشرية فرضا 0 0. العفو. اوكي، وهنا هنا سويتها 10، 10.0. اوكي، فهذا الاوس راح يخلي لك واحد هنا، يعني من تكتب 10.0. اوكي، شوف هنا خلالك هذا 0. اذا تكتب 100.0 راح يكتب لك هنا 2 والى اخره. فالمهم انا سويت اللو ليميت هو 0.0، والهاي ليميت 10.0، يعني مهما ترسل لي هذه المرسله راح يتقسم من 0 إلى 10، الى 10.0. اوكي، زين، البيبولر اني هنا من خلال ميموري ما مفعله. اوكي، منطي 0، يعني جاي يشتغل يونيبولر. اوكي، من تفعله راح يصير بيبولر، راح يقرا لك من السالب الى الموجب. لذلك انا هسه منطي 0، ما اريد افعله. بعد ان نطبق هذا المثال راح نفعله ونشوف شنو راح يصير. زين، عندك الاوت بالكيو دي 80. اوكي، خزنت قيمة دبل، ليش؟ لانه هاي الدالة ايش راح تعطيني؟ راح تحول لك هذا الوورد الى دبل، راح تعطيك اعشار، لانه السيتنج مالتها اعشار، فراح تعطيك اعشار. زين، انا سويت في برنامج بسيط باستخدام الكومبيرتور الخاص بالدبل، قارنت الكيو دي
الكيو والاوتبوت دي للدبل 80 للادرس. اوكي فقارنت هذه القيمة مع 7.0 فاقول له من توصل هذه القيمة الى 7.0 شغل لي فد اوتبوت معين. زين وراح اسوي داونلود. اوكي راح اسوي فيو. زين هسه نروح للسيموليتر. اوكي ونشوف باستخدام الفاكتوري ايو حتى تصير اوضح. زين اني راح استخدم هذا الرينج حتى اشغل اطفي، لذلك هذا الثاني ما احتاج، هذا الثاني المثال الثاني ممكن حتى لو نخليه فيديو ثاني. اوكي المهم هسه هنا اني راح اخليه صفر. انت جاي تشوف هسه الاي دبليو جاي يقرا صفر، من اعطي قيمه جاي يقرا لي شنو؟ جاي يقرا لي الريزولوشن مالت هذا الكارت، جاي يقرا لي من هذا الفولت اللي هو من صفر الى 10 فولت. زين بعد شنو عندك؟ عندك هنا الاوتبوت مالت السكيلينج، شوف جاي يعطيك 2 دوت يقارن لك هذه القيمه 2.0 اللي هي تقريبا مشابهه للفولت ميتر اللي هنا موجود، وهذا خاص بالبيبولر. اوكي هذا من تفعله راح تختلف القراءه عندك. زين انا هسه ما راح افعله. اوكي هسه كل ما تزيد قيمه، احنا خلينا الشرط على 7، فاذا جاي تشوف بالسبعة راح يتحقق الشرط، اشتغل عندك الاوتبوت اللي هو Q00. زين هذا سويت سكيل بسيط، سويت لك كومبير من وصل الى قيمه معينه اشتغل عندك الاوتبوت. زين هسه لو اجي هذا البوتنشيوميتر مالتي اوقف البرنامج واروح على الكونفيجريشن اسوي من سالب 10 الى 10. اوكي هنا شنو صار؟ صارت هذا المرسله جاي ترسل لي بيبولر، وهنا راح افعل البيبولر. اوكي ونشغل البرنامج. زين هسه من خلينا نشوف القراءة بالفولت ميتر شلون راح تكون. شوف من ترجع راح يعطيك، راح يعطيك سالب. اوكي راح ينطيك بالسالب. اوكي وبالاتجاه الثاني راح يعطيك بالموجب. زين خل نروح للدرايف. الظاهر احنا فقدنا الكونكشن. بوتنشيوميتر 2 بوتنشيوميتر 1. اوكي اكو فد مشكله صارت بسبب تغيير قيمه هذا البوتنشيوميتر. زين هسه بالسالب اوكي وبالموجب. اوكي فانت جاي تشوف التقسيم، يعني هسه مثلا انا جاي اقرا بالسالب اوكي، بينما هو جاي هنا جاي يعطيك قيمه، جاي يعطيك اوتبوت. زين اذا بهالحالة لغيته اوكي شوف القيم السالبة ما راح يقرا لك اياها، فمن تفعله راح يقرا لك القيم السالبة. اوكي ويقرا لك القيم اللي بالموجب، فيعني حاول تفرق بين نوعين من السكيلينج. عندك نوعين من السكيلينج اللي هو يوني بولر يبدي من الصفر، وعندك سكيل نوع بي بولر. وهنا استخدمنا هذه الدالة، استخدمنا هذه الدالة حتى بيها البي بولر واليوني بولر، وقارنا الاخراج مالته اللي هو راح يكون ريل نمبر مع ريل نمبر اخر كونستانت، وصار عندي اوتبوت. اوكي زين لحد هنا اتمنى كل شيء صار واضح. زين خل ناخذ الدالة الثانية فد مرة. بالدالة الثانية شنو عندي؟ بالدالة الثانية عندي اني سويت usual scale using divider. هنا باستخدام الديفايدر انت تسوي سكيلينج. الدالة اللي راح اقرا منها او الشانل اللي راح اقرا منها IW102، اذا تروح لها بالهاردوير كونفيجريشن اني اخذت 100 الوورد، نعرف انه اخذت 100 هذا بايت. اوكي فاخذت 100 و101 بالحقيقة، اللي بعده راح يكون 102، فلازم شنو استخدم؟ لازم استخدم 102 حاليا. زين استخدمت 102
المهم الاوت مالته راح تحول دبل، فلازم اخذنا بدبل، اخذ هذا الدبل احوله الى ريال نمبر حتى يصير 20. فمن صار بي اعشار اسوي له ديفايدنج، ديفايدنج حسب الريزولوشن اللي قرا هذا، اوكي اللي قرا هذا الانالوج انبوت. زين، او انت تحسبه يعني 2 اس كذا اس 14 اس 15 وتحسبه، فمن تسوي له ديفايد اوكي وتحط له اعشار راح يبين عندك بالنسبه راح يبين عندك و تقدر تقسمه. زين، خل نشرح لكم هذه لان اعتقد صارت ما واضحه. اذا نروح للبرنامج مالتنا، اول شيء خل ناخذ الباراميترات اللي استخدمناها هنا. عندي ال IW 102 وعندي ال، خل ناخذ فرضا الاوتبوت اللي راح يطلع MD 100 MD 100. زين، وهنا بعد ما احتاج بيبولر، اوكي زين. فاخذت الانبوت واخذت الاوتبوت، هسه اروح للفاكتوري ايو وعندنا هذا الاوتبوت، العفو هذا الانبوت. فلما ما اغير اوكي شوف اعلى رقم وصل له هذا، اوكي ممكن تحسبها من الريزولوشن، ممكن تحسبها بهاي الطريقه، طبعا من الريزولوشن تحسبها افضل واضبط. زين، هذا الرقم اللي هو 27648 هذا الرقم ناخذه، والقيمة اللي اجت من هذا الرقم تحولت الى دبل، راح اقسمها على نفس الرقم. اوكي 27648 اذا تريد تسوي سكيل بالنسبة للعشرة، من صفر للعشرة المفروض تخلي هنا الدوت، اذا تريد تسوي سكيل من صفر الى مية المفروض تخلي هنا الدوت. اوكي فخلنا نسوي سكيل نفس السابق، راح اخلي هنا الدوت، اضغط انتر. شوف هسه صار السكيل بالنسبة لشنو، بالنسبة من الى صفر الى مية. زين، خلي نجرب هل هو هذا حقيقي او لا، وبالاوتبوت راح يسوي لي كومبير مع 7.0 وشغل لي Q0.1 اللي هو هذا الانديكيتر، هذا الانديكيتر. زين، راح ارجع اني اوكي وانطي قيمه، اوكي جاي تشوف انه اشتغل بالسبعه، ذات انتبهنا القراءه بالسبعه اشتغل، اوكي اقل من سبعه ما يشتغل. ممكن تغير الشرط اوكي حتى ننهي هذا الفيديو لانه صار مطول واحنا ما نشجع الفيديوهات المطوله. ممكن تغير الشرط، فرضا نخليه 70، او اذا خليته 70 لازم تغير السكيل مالتك. فخلي نخليه 8.0 ولما ما تروح البرنامج سيموليتر البرنامج، وهسه حاليا من تغير شوف بالسبعة بالثمانية لازم يشتغل، او يمكن احنا ما سوينا داونلود، سوري سوي داونلود. اوكي زين، هسه بالثمانية يلا جاي يشتغل، اوكي اقل من ثمانية ما يشتغل، بالسبعة ما يشتغل. اوكي تقدر تتأكد من الارقام اللي طلعنا، 7.2 ما يشتغل الا يعبر هذا القيمة، الا ثمانية يلا يشتغل حسب الشرط مالتنا. فخلنا ناخذ عادة سريعة شلون اشتغلنا الانالوج بالنسبة لبرمجة الانالوج وليس الوايرينج. هنا كبرمجة اخذنا قلنا اكو سكيلينج، اكو بيبولر واكو يونيبولر، وشرحنا الفرق مالتهم. هذا البيبولر بي سالب من سالب موجب، واليونيبولر هو من الصفر ذو القطبية الواحدة. زين، وسوينا كومبير. وطريقة ثانية انه تاخذ القيم تحولها الى ريل حسب الدوال الموجودة. ممكن انا بالسيمنز عندي هذا الدوال، انت بغير بي ال سي عندك غير الدوال، يجوز عندك فد انتجر يحول الريل الى بشكل مباشر يعني، فهذني ما راح تحتاج، انت تحتاجك فقط انتجر الى ريل. المهم انت هنا شغلك راح يصير حسب هذا الديفايدنج
الموجود بال divide rail. اوكي، حسب العشر اللي راح تستخدمه. اوكي، وبعدها يسوي comparing. حد هنا نشكر متابعتكم، اتمنى كان فيديو واضح ومفيد لكم. تحياتي لكم.